يدرس البرلمان الجزائري حالياً تعديل قانونه الداخلي، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد التي استحدثت في تعديل دستور عام 2020، منها طريقة رفع الحصانة عن نواب الهيئة التشريعية بغرفتيها. الأمر أعيد إلى الواجهة بعد قضية رفع الحصانة من قبل المحكمة الدستورية عن نائب في الغرفة الثانية بمجلس الأمة. القانون السابق كانت فيه بعض التناقضات بينه وبين الدستور الحالي، ولهذا نحن كلجنة شؤون قانونية وبالتنسيق مع النواب قمنا بمناقشة هذا المشروع القانون ليتماشى مقتضيات دستورية، وكذلك هو من الترسانة القانونية التي يتم دراستها على مستوى اللجنة. يمكن القول أن عدم تكييف القوانين الداخلية للبرلمان مع مواد الدستور المعدل قبل 4 سنوات أفرز تضاربا بين الهيئتين وصداما في القوانين، فمن جهة يبت القانون الداخلي للبرلمان بقرار رفع الحصانة عن أحد نوابه، ومن جهة أخرى ترى المحكمة الدستورية أنها لا تحتاج إلى إذن برلماني لرفع الحصانة في حال ارتكاب مخالفات جزائية وجنائية. هناك من ينتقد هذه الآليات، ولكن في حقيقة الأمر أن الدستور هو أسمى القوانين. الدستور ينظم صراحة رفع هذه الحصانة، وقلنا سابقا أنه نتيجة تجارب سابقة مريرة عن فئة معينة من النواب التي لجت إلى البرلمان للهروب من متابعات قضائية. رفع الحصانة عن النواب بدأ العمل به منذ 2020 لتسهيل وقوف بعض البرلمانيين أمام العدالة، خاصة أولئك المحسوبين على النظام السابق، لكن الدستور الجزائري بعد التعديل يؤكد أن الخطوة لن تمس الأعمال المرتبطة بالمهام النيابية. وفيما يتخوف البعض من أن الصلاحيات المطلقة للمحكمة الدستورية قد تقوض من حرية ممارسة العمل النيابي، ترد المحكمة أن تطبيق العدالة والمساواة أسمى من الحصانة. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.